أكرم الله أجورنا وأجوركم مشاهدينا بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. إحنا حالياً متواجدين في محافظة كربلاء المقدسة، وبالتحديد ما بين الحرمين، ما بين العتبة الحسينية والعتبة العباسية. اليوم برنامج 52 دقيقة، موضوع حلقتنا عن المواكب الحسينية التي تقيم في محافظة كربلاء، وخصوصاً من أهالي كربلاء. 10 الأولى من شهر محرم تكون المواكب في محافظة كربلاء فقط من أهالي كربلاء، لكن الكل اليوم يتواجد من جميع محافظات العراق وأيضا من خارج العراق داخل هذه المحافظة، وبالتحديد ما بين الحرمين. رح ننقل لكم بالصوت والصورة أجواء وتقاليد هذه المواكب والمجالس الحسينية في 52 دقيقة. ابقوا يانا. متواجدين مشاهدينا بين الحرمين في موكب جمهور الحيدر، اكيد حيكون يانا الحاج سلام، عظم الله اجرك واجرك واجركم ان شاء الله. اللهم اجعلنا من خدمة الحسين. تأسس موكب جمهور الحيدرية سنة 1930 ببركة شلة خيرة الله يرحم الماضين، منهم سيد جواد الموسوي، سيد ناجي الموسوي، وحج كاظم الحسون، وسلمها الأولادة حج جواد الحداد الشمر، حج صادق، نعم، وعلي الله الشهيد. طيب علي، طيب الله يرحمه. هذا الموكب به مجموعة كربلائية قديمة، كلهم أهل علة وأهل مصلحة، وهم مو عبث هيك اجوا، هم شغلتهم ومهنتهم الفن والطراز الحديث والجيد، واشتغلوا بهالشغلة من يومهم لحد المنع. انتم كنتوا كل سنة بشهر محرم خصوصا بالعشرة الأولى موكب جمهور الحيدري ينقل واقعة الطف وقصد الإمام الحسين عن التشابيه. هذا الموكب يعد من أجمل المواكب في العراق، وإذا أزم أقول في العالم، يعني يستمرون بالعطاء مالهم من بعد زيارة الأربعين للسنة الجاية، يتحضرون يعني متخلص زيارة الأربعين يتحضرون للسنة القادمة. ما شاء الله، كل سنة كاملة تحضرون فيها استعدادات؟ إن شاء الله استعداد كاملة، ومو يعني لا مشاركة من أحد ولا هذا، تمويل ذاتي، تمويل ذاتي. وهم الشباب إذا كله شغل شباب، الشباب اللي تربوا هواية بالنسبة للقدماء، والدي حج عبد العون، حج حسن نجار، زهر شماع، وحج صادق الحداد، وحج كاظم المنظور، الحاج حمزة الزغير الله يرحمهم. فهذول كلهم وخلفوا الأبناء خلفوا الأحفاد، نعم. يعني من واحد الواحد سلموا، وكلهم على النهج هالطريق هذا إن شاء الله، وإن شاء الله مقبول من الجميع، يعني مو بس عندنا، وبعد هو الموكب هو يظهر. طيب حجي، هذا الموكب تحيوه بس فقط ثاني يوم محرم؟ ثاني يوم احنا كنا نطلع بالأول، ثاني وسادس وتاسع و11، هسه بس يوم اثنين دخول الحسن، يوم 11 خروج السبايا إلى الكوفة. حج الله يساعدك. هلا هلا، مرحبا، عظم الله اجرك، الله يسرع وجوهكم، زياره مقبوله، الله يتقبل منكم ان شاء الله. امين يا رب. الله يوفقك. من وين حجي؟ من النجف. ما شاء الله. من النجف جيت اليوم هنا لكربلاء. جيت الزور ان شاء الله. زين، انت تجي كل بين فتره على طول؟ تجي بين فتره وفتره بالايام الاعتياديه. بايام الاعتياديه، نعم. على طول. زين، باجواء شهر محرم والله ان شاء الله نعزي الامه الاسلاميه مصاب الحسين، والله يوفق امه محمد لزياره الحسين كل ست وكل عام، ان شاء الله يوفق قناه السومريه بخير ويوفقكم لخدمه الناس. اشكرك حجي. ايش قصه لك هنا انت تجي تحيي هذه الاجواء الحسينيه؟ والله على طول. كم سنه صار لك؟ سنين هاي. من انت وصغير تو؟ اي سنين، اي من زمان. زين، ولدك هم يجون هنا وياك؟ نعم، يجون عائلتي وياي.
انت عائلتك. اي انا وعائلتي. تعلم اولادك وبناتك على زيارة. اولادي وبناتي كلهم يجون معي يزورون على طول. ماشي. وبشهر محرم ايضا تقصدون هنا الطريق. والله حتى قبل محرم احنا على طول. مصاب الحسين على طول هو محرم. على طول السنة. تشاركون بمواكب تدخلون بمواكب. نشارك بالمواكب ونكون خدمة الحسين. وان شاء الله يعيدها لأمة محمد ان شاء الله ووفقكم ان شاء الله ويستر على أمة محمد. امين يا رب. ربي يسمع منك زيارة مقبولة حجي. الله يستر. شكرا جزيلا لك. الله يتسلم. عظم الله اجرك شعب. عظم الله اجرك حجي وزيارة مقبولة. الله يتقبل اعمالكم ويعودها عليكم كل عام كل سنة بخير ورحمة ونعمة ولمة. لموالين ومحبين أهل البيت عليهم السلام. ولذكرى فاجعة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. نسأل الله أن يلم شمل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين في كل بقاع الأرض على حب محمد وآل محمد. وهذه الذكرى ليس هي ذكرى لفقط طائفة أو لمذهب، وإنما هي ذكرى للعالم، لأن الحسين صلوات ربي عليه يمثل الإسلام، لا يقول خارج لنفسه ولا لتخصصات أبدا، وإنما يقول خرجت لا خرجت عاشرا ولا بطرا، وإنما خرجت للإصلاح في دين أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله. وهذه الدماء التي حفظت الدين، وهذه الدماء التي أبقت موروث محمد صلى الله عليه وآله وحب أهل البيت عليهم السلام، الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا، هكذا هذه امتداد من تلك اللحظات ومن تلك الدقائق والساعات الذي أبقاه الحسين عليه السلام في الصراع مع جيش الظلم والكفر والإلحاد والشر ومن يمثل خط الشيطان إلى يومنا هذا خالد ببركة هذه الدماء الزكية. عظم الله أجوركم. أجوركم أجمعين إن شاء الله. طيب أنا أريد أعرف من حضرتك أنه أنت زائر هنا اليوم فقط، أنا أيضا خادم من خدام وخادم لخدام زوار سيد الشهداء. عندنا موكب أهل البيت. نعم. نستقبل به زوار الحسين عليه السلام والزوار الحسين من كافة بقاع أهل الأرض. يعني حضرتك من محافظة كربلاء. أنا من كربلاء. نعم. زين أردك تحكينا عن أجواء شهر محرم وخصيصا وبالتحديد بالعشرة الأولى، عن المواكب شلون تحلوها أنتم كل سنة، عن الناس اللي تجيكم من جميع المحافظات من خارج العراق أيضا، شو الأجواء اللي هناك؟ يعني هي طبعا الأجواء الأجواء يتحدث عنها الإمام الصادق عليه السلام. يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عندما يحل علينا الحادي من محرم ننظر إلى أبانا الصادق فلا ننظر إليه يتبسم، وإذا كان يوم العاشر فتلك المصيبة العظمى. فهاي الأيام عندنا في رواية أنه الملائكة كل سنة في هذا اليوم، في روايات عن أهل البيت عليهم السلام، يقول تنشر قميص الحسين عليه السلام بالسماء ملطخا بالدماء مخرقا من الضربات، يقول فيكون عزاء من السماء، ما إن ملكا إلا وبكى، ما من حورية إلا ولطمت خدها. فهو يوم تحتفل به حزنا وجزعا السماء قبل الأرض، فكيف أوصفه يعني؟ بماذا أوصفه؟ بعد تحكينا عن هذه الأجواء الموقف يصير عندكم هناك معجزات، تشوفون معجزات خلال هاي السنين الطويلة لجميع هذا الموقف. المعجزات هاي اللي يشوفوها يعني هذا الشغل ما يقدر يشتغله مخرج أو أحد أو ما أحد، هذا كله شباب. لا حجينا هذا مش نحكي عنيان. تشوف هنا معجزات خصوصا انه هذا الموقف تحيون بين الحرمين، بين العتبة الحسينية وبين العتبة العباسية، تحيون هذا الموقف كل شهر محرم، هم تشوفون اكو معجزات تصير قدامكم؟ اكيد اكيد، يجون يتباركون، هواي زوار يجون يتباركون بهالموكب هذا، يعني يطلبون الدورة يطلبون اشكال، وان شاء الله هو الله وابا عبد الله واهل البيت ما قصرون ويا كل شخص ويا كل خادم ان شاء الله. ان شاء الله عظم الله اجرك. الله يخليك واجرك. ان شاء الله مجموعين على هذا الموكب. طبعا الموكب فيه مهندسين فيه اطباء فيه اشكال فيه يعني. زين المشاركين بهذا الموكب فقط من محافظة كربلاء؟ أكثرهم لأن شغل مستمر عندهم، شغل مستمر عندهم، واللي يجي من خارج كربلاء أكو دورات يزورونه من الكاظمية من غير مكان، أهلا وسهلا بهم وبكل واحد اللي يشرفنا ويجي احنا نشرف فيه. شكرا لك حجي.
واجركم ان شاء الله. الله يخليكم ويسلمكم، الله والديكم اهلا وسهلا. طبعا مشاهدينا احنا مثل ما شفتوا متواجدين باحد مواكب المهمه في كربلاء. طبعا هذا الموكب يكون فقط لنقل قصة الإمام الحسين عليه السلام في شهر محرم، يكون خصوصا بيوم الثاني من شهر محرم يحيون هذه القصة عن طريق التشابيه. ومثل ما تشوفون انه هذا الموكب يكون بين الحرمين، بين العتبة الحسينية والعتبة العباسية، واحنا مستمرين وياكم بنقل الصوت والصورة جميع المواكب الحسينية في 52 دقيقة. ابقوا ويانا. طبعا مشاهدينا هسه حاليا ويانا زائر اجنبي حاب يشارك ويانا برنامج 52 دقيقة ما بين الحرمين. مرحبا. شكرا. شلونك؟ انطونيو. اسمك انطونيو؟ اسمي انطونيو. آه. الحمد لله. انطونيو انت من وين؟ من ايطاليا. من ايطاليا. انطونيو نمشي نحكي وياك؟ نمشي. تمام. انت هنا أنا موجود دائما تجي هنا تزور الامام الحسين والامام العباس عليهم السلام؟ نعم نعم، عشان ابا هبه امام حسين باب امام عباس والى إلى من محمد. دائما انت تجي هنا؟ شوي العربي ما تم مو قوي. انا بتكلم شويه عربي. احكي لنا انت. هاي الكاميرا لك واحكي. انا شوي بتكلم شويه عربي بس اريد اقول لك انا مبسوط في كربلاء عشان كربلاء جميله، عشان امام حسين وامام عباس وكل عائله من محمد وكل انا الشرق ليا عشان هنا موجود دلوقتي. مبسوط جدا. يقول لي الشرف يا اباني هنا موجود. ان شاء الله يا ربي هذه الاجواء ما تنقطع وهذه الاجواء هي مستمره، وهذا الدليل على انه شهر محرم الحرام الكل تقصد هذا الشهر، والكل تجي الى محافظه كربلاء، جميع المحافظات وحتى من خارج العراق، الدول الاجنبيه والدول العربيه يكونون متواجدين كلهم في محافظه كربلاء حتى يحيون شهر محرم الحرام. شكرا جزيلا. شكرا لك. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. شكرا. شكرا أنطونيو. واحدة من أهم الشعائر الحسينية طبعا هي التكيات، واحنا هسه حاليا متواجدين بتكية طرف المخيم اللي تكون قرب باب القبلة، قبلة الإمام الحسين عليه السلام. طبعا هذه التكية يحيون بها على مدار سنين طويلة شعار الحسينية. أكيد راح يكون ويانا حج محمد الساعد، عظم الله أجرك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد، عظم الله أجورنا وأجوركم في هذا المصاب الجلل، مصاب سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين أجمعين. حج محمد، أريد تحكي لنا عن تكية طرف المخيم اللي احنا متواجدين بها. شنو هاي التكية؟ شنو تقدم؟ شنو البرامج اللي تقدموها كل سنة؟ ايش قصار لها؟ بالنسبة تكية طرف المخيم هي من 1850 ما شاء الله، يعني تأسيس هذا الطرف يعتبر من أقدم أطراف كربلاء، وأول عزاء نزل في كربلاء هو عزاء طرف المخيم. نعم. بالنسبة للتكية فحواها وقصدها هي استقبال الإمام الحسين يوم دخوله يوم 2 محرم الى ارض كربلاء المقدسه. شلون تستقبلوه؟ نستقبلوه يعني احنا نستقبله بهاي الزينه. نعم. بهذه الرويات كلها، هاي ورانا الالات الورود. نعم. هاي هذا استقبال سيدي ومولاي ابا عبد الله الحسين يوم 9 محرم. نعم. هاي التكيه بالليل يعني بعد صلاه المغرب كل التكيات يطفن بعد، يعني يبدي يوم الحزن ويوم الدم ويوم ذكرى يعني الاستشهاد، ليله الاستشهاد. نعم. تكون يكون هذا. بالنسبة للطرف عنده فعاليات كثيرة، منها هي أول أهم شيء أطعام الزوار، الماء، إيواء الزوار، هذه هيئات الخدمية المنطوية تحت الطرف، يعني مو بس هذه، إحنا هذا المقر عدنا به، عدنا يعني على إحنا محلتنا المخيم اللي دار مدار المخيم الحسيني، عدنا حوالي 30 أو 35 هيئة خدمية على مدار السنة، كل الوفيات كل المواليد وشهرين محرم وصفر متواصلات بخدمة زوار أبي عبد الله الحسين على مدار السنة، يعني أكو خدمة. بس هنا هذا المقر التكي الرئيسي، مقر العزاء، مقر الطرف، منها تنطلق عزاء الجوقات اللي تروح تعزي الإمام الحسين، دخولها أول مرة دخولنا لأبو الفضل العباس، وبعدين الختام يكون بالإمام الحسين. عندنا فعاليات بالطرف كثيرة، احنا بالنسبة لطرف المخيم يختص بها أهم شعيرة اللي نقوم بها هي حرق الخيام.
حرق الخيام يكون بطرف المخيم اللي هو تعرفين المخيم الحسيني، هو يعني هو طرف المخيم على تسمية لطرف يعني المخيم الحسيني الشريف، فيكون حرق الخيام هو من فعاليات طرف المخيم. عندنا يوم ثالث الإمام العزاء مال الدفن هم يقوم به طرف المخيم. نعم. والعشائر الباقية كل عشيرة تنزل بعزاء، بس تهيئة الجثة والعزاء يكون على طرف المخيم. نعم. ففعالياتنا كثيرة والحمد لله والشكر. وعندنا يعني هذا مثل ما تشوفون انتم المي العصائر العشاء هذا هنا هم مستمر. مأجورين مأجورين حبايبي. شلونك؟ زين. شنو اسمك؟ احمد. احمد، احمد انت من الدوام حسين؟ لا. قد عمرك احمد؟ 13. 13 سنة. 13 سنة قد صار لك انت بخدمة الإمام حسين؟ صار لي؟ اي. اجي 3 سنوات. ما شاء الله. زين من هنا أنا جابك لهذا المكان وخلاك تزعل من تكون خادم انت الإمام حسين؟ جدي. جدك. موجود جدك؟ اي. وبابا؟ لا ما موجود. ها ما يكون وياكم. زين انت هنا لهم تطلب كم يوم؟ تطلب نذر؟ تريد كل شيء؟ اي اطلب. ايش تطلب كل سنة؟ انجح. تنجح؟ وقاعد تنجح؟ اي. طلع درجات زينة؟ اي يعني. انا بالخامس رحت للشاطئ. اه حبيبي. نحكي عن الاول يوم والثاني يوم والثالث يوم، الاجواء شنو تكون هنا مثلا بالتكية شنو تقدمون؟ احنا من اول يوم محرم عندنا نعم. مجلس هنا مجلس عزاء محاضره نعم. يعني هسه بعد قليل راح يبدي، من بعده ننزل العزاء. محاضرات شنو حجتهم؟ محاضره دينيه ثقافيه نعم. توعي الشباب على الطريق الصحيح على طريق الاسلام. احنا كل هذه الامور يعني توعيه، هي المنبر الحسيني مربي للاجيال، يعني ينصحهم يرشدهم يكونون بعيدين عن الانحراف، خاصة بهذا الوقت الحاضر يعني اللي قاعد يصير هاي الهجمات على الشباب العياذ بالله من هذه المخدرات، هاي الآفة اللي قاعد تاكل الشباب. من الظواهر دخلت يعني ظواهر غريبة اجتنا بعيدة عنا وعن تراثنا وعن تاريخنا، نحاربها من خلال هذه لازم احنا نحارب. احنا قاعد نكسب هذا الشباب، نكسبهم لهذا الخط حتى يبتعدون عن ذنيك الخطوط اللي الله ما يرضى بيها غير لائقة يعني. والحمد لله والشكر لشبابنا إن شاء الله واعي ومثقف ومثقافة دينية وتوعوية يعني، وحبهم لوطنهم حبهم لشعبهم. يعني المحاضرات ما قاعد تقتصر بس على يعني هو الحسين عبرة وعبر، يعني قضية الحسين مو بس لطم وبشي. هاي نقول دائما نردها. احنا هذه لا بالعكس نوضحها للمشاهدين يعني مع الاسف. الحسين صار نعم. ضد الجور ضد الظلم. احنا كل ما يصير بالعراق احنا قاعد نحطه بمحاضرات وبقصايد، الشعر مالتنا يكون هادف على ما يدور بالوطن. انت شنو اسمك؟ رسول. اسمك؟ رسول. رسول عظم الله اجرك. الكل ان شاء الله. قد عمرك رسول؟ عمراني 11 راح اطول. 11 سنة. ايش قد صار لك هنا في خدمتي؟ هاي انا اول سنة بس عدي اول سنة. اي. بس يم بيتنا نخدم يعني صار لي 3 سنوات. بين بيتكم تخدم بيتكم ايه. كربلاء؟ اي. شو تقدم ببيتكم للزوار؟ اقدم يعني مثلا اخدمهم بخدامة زينة واقدم لهم الشاي مثلا والاشياء. زي من علمك على هاي الخدمه؟ امي وابوي. امك وابوك كمان خدام الامام؟ نعم. زين انت راح تستمر ان شاء الله هاي السنه وراح تستمر بخدمه الامام ان شاء الله. زين هم تطلب نذر؟ هسه انت من واقف بدك توزع، هم قاعد تطلب شيء؟ اي اطلب. اطلب مصر زينه. ماما مصر زينه؟ ليش ماما شبيهه؟ عندها عيونها. ها؟ عيونها. حبيبي وشافوها ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. ودعيت ماما مصر زينه بهاي السنه. ان شاء الله يا ربي الله يشافيها. ان شاء الله. حبيبي انت. طبعا انا ما اعرف شو اقول لكم، اطفال اليوم موجودين بدنا نشوف اليوم الكل. في خدمة الإمام الحسين أطفال صغار بالعمر صبيان نساء رجال كبار بالعمر اليوم الكل في خدمة الإمام الحسين حتى يحيون هذه الشعار الحسينية اللي كل سنة تقام في محافظة كربلاء، وإحنا مستمرين وياكم في نقل هذه الأجواء بالصوت والصورة من خلال برنامج 52 دقيقة. أبقوا يعني أنا راح أروح نشوف باقي المواكب وراح نتحدث مع أصحاب المواكب نشوف هذه المواكب إيش قصارها شنو الأشياء اللي قدموها بالمواكب، وحابين نوصل أهم صورة إنه هذه المواكب الحسينية اللي
اللي تكون كل سنة في محافظة كربلاء واللي يجوها جميع المحافظات يتعنون محافظة كربلاء حتى من خارج العراق. هذه المواكب مو فقط للقم والبتشي لكن أيضا بها محاضرات، راح تلقون كل شيء يخص الإنسانية والحق والعدالة، قضية الإمام الحسين متواجدة بهذه المواكب والمجالس الحسينية. ابقوا يعني. مشاهدينا هسه احنا حاليا متواجدين ما بين الحرمين، ما بين العتبة الحسينية وعتبة العباسية. طبعا هذه الأجواء تكون فقط لأهالي كربلاء يقومون بها المواكب والتكفيات، وأيضا الردات اللي تكون داخل هذا المكان ما بين الحرمين. هذه الردات تطرح كلمات تحارب الظواهر السلبية، تطرح كلمات توعوية تثقيفية وأيضا سياسية، وتطرح كل مشاكلنا الاجتماعية والسياسية اللي تخص المجتمع العراقي في شهر محرم الحرام. ومثل ما قلت لكم أنه أول عشرة بشهر محرم، العشرة الأولى تكون فقط خاصة بأهالي كربلاء حتى يحيون هذه الأجواء لذكرى استشهاد الإمام الحسين. وإحنا متواصلين معكم مشاهدينا، راح تشوفون هذه الردات والكلمات التي تردد في هذه الردات. ابقوا يعني. أجركم إن شاء الله. امشي بابا. حكينا عن هذا الموكب اللي هت حاليا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين، والسلام على علي بن الحسين، والسلام على أولاد الحسين، والسلام على أصحاب الحسين. هذا جمهور طرف العباسية من أكبر أطراف كربلاء. نعم. فينزل عزاء من أول يوم محرم. نعم. ويقوم بالردات وهي إصلاحية إلى هذا الشعب. فيقوم بدفاع عن المستضعفين وعن الفقراء، ويطالب على الكهرباء والماء وكل شيء. وهذا العزاء مختص من سنة 1920 لحد الآن يدافع عن حقوق الشعب. هذا الموكب تقيمه فقط في العشرة الأولى من شهر محرم حجي؟ هذا الموكب أهالي كربلاء، أطراف كربلاء تقوم من أول محرم إلى عاشر محرم، وثم بالأربعينية يقومون في خدمة الزوار الحسين. نعم. إذن تحكينا عن هذا الموكب إنه هو يكون فقط دعم ذاتي من عندكم، لأكو هم أحد يدعم هذه المواكب الحسينية؟ والله بالنسبة إلى هذا الموكب الطرف دعم من أبنائه ومن شيوخ منطقته ومن المتمكنين الحال. يعني بس الناس اللي اهالي كربلاء هم اللي يكونون؟ لا، بس اهالي الطرف. وكربلاء نعم. هي سبعه اطراف. نعم. وكل طرف يقوم بعمله. نعم. واحنا ابناء الطرف يقومون في هذا العمل. نعم. زين، هذا لكم فد وقت انتم محدد تفوتوا بين الحرمين؟ نعم نعم، احنا نزولنا من الانطلاق من منطقتنا الساعه بالثمانيه ونص. بالثمانيه ونص بالليل. بالليل نعم. نعم. انطلق، واكو بعد احنا حوالي ثمان اطراف بعد ورانا. فقط الردات تقيموها بهذا الموكب؟ نعم نعم، فقط ردات. وبالليل بالليل مختصه كربلاء بس الاطراف الردات فقط، والزنجير صباحا. زين عمو، شنو تاثير هذه الردات على مجتمعنا من انتم تحجون بها الكلمات الاصلاحيه وكلمات توعويه وثقافيه لمجتمعنا؟ نعم. شنو تاثيرها على مجتمعنا هذه الردات؟ فاحنا اللي علينا نتكلم اللي شي يصير بهذا البلد. نعم. المغصوب، هذا البلد المظلوم، هذا الشعب من اشرف شعوب العالم، من اكرام العالم شعب العراقي، وخاصه في الاربعينيه العالم كله يشهد في هذا الشعب العظيم الكريم. فعسى ولعل السياسيين المسؤولين ان يباعون هذا الشعب المظلوم. صار لك ايش قد تردد هذه الكلمات؟ احنا كلماتنا من سنة العشرين، من سنة العشرين لحد الان احنا نقوم
شو تسوي الحكومات، شو تسوي الدول، احنا نقوم عليها بهذا الشعار. كل المشاكل تطرحوها، كل المشاكل. زين تقدر تحكي لنا عن هذا الهودج؟ هذا الهودج نعم. وهو على شكل ان الحسين سفينه، ان الحسين مصباح الهدى وسفينه النجاة، وهذا الشكل على شكل سفينه نعم، كانما سفينه الحسين النجاة الحسين. وبالنسبه للمشاعل هاي الجلوبات 14 معصوم مضويه ضويه، هاي تقصد 14 معصوم؟ نعم 14 معصوم هاي الضويات نعم. والهودج هو سفينه النجاة. فهاي تذكروها؟ ها؟ تذكروها هذه اثناء الموكب؟ نعم. طرح قضية الإمام الحسين. نعم، نذكرها. شكراً جزيلاً لك عمو تعبدك وياي، وإن شاء الله مأجورين على هذا. إن شاء الله مأجورين، الله يديمكم في خدمة الإمام الحسين عليه السلام. شكراً جزيلاً لك. طبعاً هذه الأجواء الحسينية حالياً نشوفها إحنا فقط في محافظة كربلاء، هذه الأجواء إحنا نشوفها كل سنة. تعيش هذه الأجواء وكل سنة هذه الأجواء يعيدوها العراقيين وأيضا من جميع المحافظات ومن جميع الدول يكونون متواجدين بهذه المحافظة حتى يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين. ابقوا أنا مشاهدينا متواصلين بنقل المواكب والمجالس والتكيات والردات، كل هذه راح تكون في 52 دقيقة. ابقوا أنا شفنا خدمات طبية، شفنا خدمات اجتماعية، شفنا تقديم الطعام، شفنا كل شيء بهذه المواكب. أيضا شفنا أجواء روحانية بحتة في شهر محرم الحرام، وخصوصا في العشرة الأولى من شهر محرم الحرام. طبعا هذه الأجواء تكون خصيصا في محافظة كربلاء، كل الناس تتقصد لهذا المكان بالعشرة الأولى من شهر محرم. احنا نعرف هذه المواكب وهذه المجالس تكون فقط لأهالي محافظة كربلاء. راح يكون يانا الحاج علي، عظم الله أجرك حجي وأجورك، رحم الله والديك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد. نعزي العالم الإمام الحجة والعالم الإسلامي وعلمائنا العظام في هذا المصاب الجلل، ألا وهو استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. حجي أنت من خدام الإمام الحسين؟ احنا لك هذا الموقف، يعني احنا مو خدام الامام الحسين نعم. لان ما نقدر نوصل لهاي الدرجه نعم. احنا خدام زوار الامام الحسين نعم. لان خادم الامام الحسين فالدرجه رفيعه نعم، لا ينالها الا ذو حظ عظيم. فاحنا خدام زوار الامام الحسين، فالامام الحسين يفرح من واحد يخدم خطاره، يخدم زواره. فاحنا من خدام زوار الإمام الحسين تعتبرين. بالعافية عليك، الله يعافيك، مجهود إن شاء الله على الله يخليك، الله يعافيك. حج حكينا عن هذا الموكب، إيش قد عمره هذا الموكب؟ يكون لك فقط أخو أحد مشترك وياك داخل هذا الموكب؟ هذا الموكب مجموعة الشباب كنا، يعني إذا هذا عمرنا تشوفه، إحنا كنا قبل 20 سنة 23 سنة 25 سنة يعني احنا ورثنا هذا الشيء عن نعم. ابائنا، يعني ابائنا هم كانوا هم خدمت نعم. مواكب حسينيه نعم. فاحنا اخذناها من عندهم. تدرين بذاك العهد ما كنا نقدر ناخذ ذيك الحريه حتى نمارس طقوسنا، فكانت على قد الحال، مثلا بالبيوت كانت او مثلا مقتصره على تقديم الشاي والماء. ايام زوره اجواء محرم بالبيوت نعم. يعني كنا بالبيوت نحييها، او كنا نطلع خارج العراق نروح نحيي هاي البرامج. فالحمد لله اجى العهد هذا، العهد الجديد، اخذنا حريتنا، قمنا نمارس الطقوس بحريه، فقمنا نبدع
حقيقة قمنا نبدأ يعني حتى سابقاً، أنا أحكي لك مثلاً بالسبعينات أو بالستينات أو بالثمانينات، كانت البرامج يعني كانت مختصرة على مثلاً الزنجيل والتطوير بس، والعزيات كانت تنزل مواكب أطراف كربلاء المقدسة. حج اليوم احنا حابين ننقل هاي الاجواء الحسينيه بالصوت والصوره بالتفاصيل الكامله من خلال قناه السومريه، فانا اقول يوم مو كل يوم مثلا يقدر يجي محافظه كربلاء، وناس عايشين خارج العراق راح يشوفون هاي اللالات اللي تكون ورانا، راح يسالون شنو هاي اللالات؟ شنو سببها؟ ليش موجوده بالتكيات؟ هي هاي اللالات يعني هو موروث احنا ورثناه. نعم. يعني هسه عندنا الالات قديمه احنا هسه موجودات ضمن الحمر، احنا نسميه ضمن النفطيات، صار لنا اكثر من 100 سنه محافظين عليها، اكو تراث هذا قديم. نعم. مو مثل ما قلت في البدايه هاي الالات يعني احنا نتمنى كل العالم يشوف، يعني مشكورين القنوات الفضائيه اللي قاعد تنقل الشعائر الحسينيه. نعم. حتى تكون عندهم توعيه، وبالاخص على التكيات. التكيه هي قلت لك استقبال الامام الحسين، يعني من يجيك ضيف عزيز، هسه من يجينا حج من مكه نستقبله بورد باقات ورد. نعم. ونستقبله هلاهيل وانطش عليها شكل، فهذه التكيه هذا رمزها، رمز احتفال. الوانها هي يعني حسب يعني الذوق تصير، يعني تنسيق الوان. نعم. ما بيها فد رموز الالوان. نعم. ما بيها فد رموز. نعم. بس هاي تنسيق الوان، يعني تكون باحلى صوره باحلى حله تكون هاي التكيه. احسنتم. احنا حاليا متواجدين بموكب هيئه خدمه الحسين عليه السلام، طرف المخيم راح يكون ويانا الحاج حسين، عظم الله اجرك حاج. اهلا وسهلا، عظم الله اجوركم بمصاب الامام الحسين. من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اهلا وسهلا بكم هنا موكب خدمة الإمام الحسين. شان هذا الموكب ايش قد عمره؟ تأسس هو قبل بالنظام البائي، كنا بالبيوت يعني نشتغل، لأن تدرين بالنظام كان يحارب هيك شغلات. بس بال 2004 و 2005 موقعنا هو هذا هنا. بديتوا من 2004؟ اي من 2004 ولحد الان 2023 هنا. انتم مستمرين؟ مستمرين من اول يوم محرم. نعم. اليوم الثالث مع ثالث الامام الحسين. بالفعل. الطبخ مستمر، غدا وجبه غداء ووجبه عشاء. تقديماتكم تكون فقط عن الطعام عن الاكل تكون لو افقد خدمات لا لا خد... لا لا خدمات اخرى، خدمات مثل الماء، خدمات المساعده. نعم. خدمات الارشادات كل. نعم. هاي نقوم بها. نعم. خلينا نحكي عن الطبخ اللي انت تعمله بهذا المكان. والله هو نعمل وجبه غداء هنا. أي. تعي اشوفك بها وجبه غداء. اي نعم. هاي الوجبه تكون من يعني تمن وقيمه، وجبه الغداء. وجبة العشاء تكون وجبة. أيه. العشاء تكون لفات كباب. نحكي عن التمن والقيمة. اي هاي التمن والقيمة. هذا اللحم. هذا اللحم هذا هسه يخلوه على النار في الساعة ساعتين، لما ينتهي يكون شياسة اللبة. هذا الحضر الباكر. هذا الحضر الباكر. يبدا الطبخ منه من الساعة ب 11. نعم. هذا يبدا الطبخ منا الساعة ب 11. نعم. ينتهي يعني بالثنتين. ثنتين بالك. هذا كله لحم. هذا كله. هذا كله هنا بثمان قدور قيمة. شنو اللي تقدموا؟ شنو الجديد اللي تقدموا بهذه المواكب تختلف عن السنين السابقة؟ اللي يختلف عن السنين السابقة، أول ما بدينا احنا، أول ما بدينا. نعم. أنا من أقول لك احنا مجموعة، يعني مجموعة الشباب، ما عندنا مثلا صاحب هذا الموكب، هاي الكلمة اللي ما بها، صاحب الموكب هو الإمام الحسين. مجموعة متعاونين على أحياء. طبعا طبعا احنا مجموعة ودي يتوارثوها هسه أبنائنا. نعم. أبنائنا دي يتوارثوها ودي يشتغلون الحمد لله. فأول ما بدينا كان عندنا هو هذا الطبخ والزنجيل، شوي شوي توسع إلى عزاء الأنصار، أنصار الإمام الحسين، يوم الخامس يوم الأنصار، يوم زفة القاسم، وعندنا العزاء يمكن ننفرد به، يعني محافظة المواكب. نعم. اللي موجودة في كربلاء. نعم. وفي المحافظات هذا احنا ننفرد به من توفيق من الإمام الحسين، ألا وهو يوم العاشر. هسه مثلا اللي يسمعني شايف هذا العزاء. نعم. من يطلعون الأطفال ليلة الوحشة، ليلة الوحشة هذا في البانوراما، يعني بانوراما يخضع، يعني من اللي يشوفه يقول هذا بيفد إخراج بيتدريب أطفال، يعني بالأربع سنوات خمس سنوات ست سنوات، ويحفظون كل واحدة عندها دور، مثلا دور طويل،
تحفظ هاي الطفله وهي تقرا هي تبكي الخشوع هذا وخشوع المنظر اللي دا يصير. الحمد لله هذا كله توفيقات من الامام الحسين. طيب حجي كم جدر انت تطبخ؟ 8 قيمه اي و 30 تمه هذا المعتاد يعني يوميا، وبعد اليوم الخامس يزود العدد يصير ال 40 تما و10 قيمه. ايش قد الناس من يجون تطيحهم؟ والله الناس يوميا بتقدم طعام قد للزوار يوميا بال 10000 نفر يعني يتغدون ما شاء الله. 10000 زايد؟ اي 10000 زايد من هذا الموقف. وكل وحتى المواكب هماتين هي هم مواكب الحيدريه، المواكب اللي مجاورين هنا هماتين نعطيهم وجبات غدا، اكو ايرانيين هماتين ساكنين بالقرب من الموكب هماتين نعززهم بالعالم. هاي بالنسبه للاكل. بالنسبه للاكل زين، خلينا نحكي عن اللي يكونون وياك هنا يشتغلون الشباب. والله هم كادر الطبابيخ اي هنا حجي مايد حجي اثير يكونون هذول ولدنا هم كلهم ذولا نفس الكادر. نفس الكادر. اكو من جنسيات مختلفة؟ اكو هي عندنا من جنسيات، عندنا لبنانيين وعندنا ايرانيين وعندنا سوريين، ذولا خدمة كل سنة يجون يعاونونا. يجون من بلادهم؟ يجون من بلادهم وهنا نسكنهم يمنا يم الموكب ويجون يعاونونا بالغداء وبالعشاء. طيب حجي انا داشة تسأل شجورة مو فقط تكون داخل هذا الموكب حتى تكون لا خارج لأن سعة المكان هنا ما من ثابت، لأن نمد داخل الفرع ولو شوية يصير بمضياق للشارع بس يعني الموكم كلهم على الطعام. اي ذولا على الطعام على اللفات هذول. شوف صار بعد سنة هذه المواكب والمجالس انها تزداد بعد سنة؟ طبعا تزداد. شنو السر اللي وقعت؟ هو مو سر اللي صار لها آلاف السنين. هو مو سر. نعم. هذا قبل كان اكو تحجم، يعني كان محجمين العالم. هسه لا انفتحت، وبانفتاحها مثلا اذا كانت كربلاء بذاك الوقت 300,000 نسمة او 250,000 نعم. نسمة، فلا المواكب كانت على قدر هذا، فكيف ما هسه مثلا كربلاء بالمليونين ونص، فما يكون على هالمواكب هذا العدد، فتوسعت فصار بها هي نفس المواكب صار بها انشطار الموكب صار 2 وصار 3. الاحياء الجديده اللي صارت في كربلاء نعم. هاي الاحياء هي كانت تنظم على يعني مواكب مختصه. طيب وهنا بكربلاء السر اللي موجود في كربلاء ليش؟ هذه لانه شلون مثلا انا مسافر برا بالخارج ويقولوا لي مثلا والدك توفى وانا ما اقدر اجي، فراح انصب عزاء هناك. العزاء اللي انصبه والدي ما موجود، مو مثل ما انا موجود بين اهلي وبين ناسي وصاحب المصيبه يعني موجود هنا، فالعزاء يختلف. كربلاء نفس يعني بالضبط نفس هذا الموضوع. الامام الحسين هو هنا، هو احنا يم صاحب المصيبه، فمن الواحد يكون يم صاحب المصيبة يقوم يبدع. صح يقوم يبدع لأنه يم صاحب المصيبة. طيب حجي شنو الخدمات اللي تقدمها للزوار؟ الخدمات عندنا احنا يوميا ريوق وغدا وعشاء. نعم. عندنا مجلس الصباح ننطي بيه ريوق للحاضرين، وعندنا عندنا غدا وعندنا عشاء. او ما تقدمون محاضرات تثقيفية؟ الصباح عندنا محاضرات يومية، محاضرات وعندنا محاضرات متنقلة وإلى وهي من نوقف هذا السر اللي واقف تشوفيه سادة النساء والرجال. نعم. من يجي نعلمه على النظام، أنت جاي تزور الإمام الحسين التزم بالنظام، الإمام الحسين يريدك تلتزم، أنت جاي من مسافات بعيدة جاي من مسافات بعيدة. نعم. شوية تحلوا بالنظام، تحلوا لا تأخذ حق غيرك. نعم. هذه التوجيهات اللي نوجهها لكم. شكرا جزيلا لك حجي علي، ان شاء الله ماجورين على هذا التعب. الله يحفظك. الله يخليك. الله يخليك. الله يحفظك. الله يخليك. طيب حجي ايش قد تتوقع هنا الزوار ايش قد راح يكونون متواجدين بالعشره الاولى؟ والله عدد الزوار السنه يعني شو اقول لك، من بدايه محرم الحدث يبدا بالتزايد كافه الجنسيات، يعني اضافه للعراقيين والجنسيات اللي جاي تجي من الشيعه هم. نعم. عندك معرفه يعني عن الاعداد اللي كانت في السنه السابقه؟ العام 5 ملايين. العام 5 ملايين الى 6 ملايين، السنه لا يمكن العدد يزود حتى 10 ملايين. ان شاء الله. ان شاء الله. بعد هي الخير والامان والهاي
وجاي يشوفون كرم أهل كربلاء والمواكب الحسينية، فالعالم جاي تتوافد. شنو عن هذه المواكب حج إكم وقت يتوقفون بيها لو هي مستمرة 24 ساعة؟ والله هي مستمرة 24 ساعة. يعني أكو نعم. مواكب بعد حتى بالليل، واكو مواكب الصبح، واكو مواكب بالغداء بالعشاء، يعني الاكل مستمر، الخدمه مستمره دائما ان شاء الله يا رب. الله يخليك. حجي عندك اطفال؟ اي عندي اطفال. تعلمهم على خدمه الامام الحسين؟ كلهم جاي نعلمهم من الصغار. موجودين؟ اي كلهم. وتعلموا على عباس ورضا كلهم موجودين، وذول ابنائنا كلهم. الله يخليك. من هو صغير نطلع على الموكب لمن يكبر بعد هو يستلم، هاي الشعائر الحسينيه سلسله هي. من الصغير للكبير احنا متعلمناها من ابهاتنا. العمر 50. لا ايش قد عمرك وتعلمت على هذه؟ من الطفوله يعني كنت ويا والدي من الخمس سنوات اللي فوق هو طلع. من الخمس سنوات والحمد لله. العمر كله يا رب يظل هو العمر كله ان شاء الله، وهاي من جيل لجيل نتعلم ان شاء الله. توارث هي هاي الشيء. أكيد. وحظنوا مستمرين في خدمة الإمام الحسين. إن شاء الله مستمرين لخدمة الإمام الحسين ومستمرين بخدمة الزوار، ونشكر قناتكم لأن هي مواكبة للشعائر الحسينية وجهودكم هاي المبذولة. أنتم هماتين جاي تبذلون جهود هماتين هم فيها خدمة الحسين والإمام الحسين ونقل والبث والهذا، هم جهد وتعب هماتين. حالكم حال المواكب. ان شاء الله ماجورين الكل. الله شكرا جزيلا. اجركم الله يخليك. نشكركم جزيلة. نشكر القناه ونشكر الكادر كله بتصويرها بالملقاه. شكرا جزيلا لك وعظم الله اجرك. ماجور ان شاء الله حجي. طبعا هنا وانتهت محطتنا وياكم مشاهدينا برنامج 52 دقيقه. شفتوا الشعائر الحسينيه اللي موجوده في محافظه كربلاء، وايضا نقلنا لكم بالصوت والصوره هذه الاجواء ما بين الحرمين من مواكب وتكيات، وايضا الردات. كل هذه المواكب والتكيات والردات هدفها الأول والأخير هي تحارب الظواهر السلبية لمجتمعنا، مو فقط للقم والبكي. شفنا أنه هي تقدم الأكل، تقدم الشرب، تقدم الخدمات الطبية، الخدمات الاجتماعية، كل هذه موجودة في خدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام. طبعا هذه المحافظة يقصدوها جميع محافظات العراق وحتى من خارج العراق، لكن هذه المواكب والتكيات والردات بالعشرة الأولى تكون فقط لأهالي كربلاء حصريا، لكن الأربعين يكون جميع المحافظات وحتى من خارج العراق راح يشاركون بهذه المواكب. لهنا وانتهت حلقتنا وياكم مشاهدينا برنامج 52 دقيقة. انتظرونا بحلقة جديدة. في أمان الله.